سمعنا الفترة الأخيرة سبب رحيله بسبب إن هو جاب شركة احنا مش سمعنا، هو الحسني اللي قال أو اللي قال يعني والمهندس الحكومي معايا تاني يوم قال تمام إن هو بسبب تيشيرتات معينة أو شركة قمصان معينة تعاقد معاها حسني عبد ربه بدون علم النادي، ده سبب رقم اثنين. لا لكن هو السبب الرئيسي، قال السبب الرئيسي إن هو بيتدخل في الأمور الفنية مع الراجل، ده سبب رقم ثلاثة. لكن السبب الرئيسي اللي أنا عرفته إن حماد موسى كان نائب رئيس النادي الفترة اللي فاتت أو في الإسماعيلي عمل عزومة للفريق كلها عن طريق حسني عبد ربه، فده اللي سبب أزمة جوه نادي الإسماعيلي وبين يحيى الكومي أو بين مجلس إدارة الإسماعيلي وبين حسني عبد ربه. أنت إزاي تاخد الفريق وتروح يعني تتعشى عند واحد من الناس اللي يعني ضد المجلس ومن الناس المرشحة إن هو ممكن يجي رئيس للإسماعيلي للفترة اللي جاية؟ فدي كانت سبب الأزمة الكبيرة جدا جدا. بعدها بقى جت الحاجات اللي انت حضرتك قلتها اللي هو شركة القمصان، وبعد كده موضوع التدخلات الفنية، ما فيش حاجة تدخلات فنية، كل ده كلام للإعلام بس. لكن السبب الحقيقي ما تقالش اللي أنا قلته لحضرتك عليه بسبب حماد موسى. تاني حاجة بدأ النهاردة بعد ماتش الإسماعيلي تحديدا الكلام عن ما تقولش والله بجد إنما تقول والله العظيم والله حزعل رحيل جريده عن الاسماعيلي وبدا وعايز يمشيه من اول موسم لا والله لا خالص والله انا يعني جريده انا شايف ان هو مدرب كويس جدا واختيار كويس جدا للاسماعيلي، لكن الحقيقه ماتش يعني خسر ماتشين وماتش الاهلي وماتش النهارده المحله، اي نعم الاداء كان سيء جدا امام المحله النهارده بس برضه كوارجع اقول ان المحله كان احسن مش الاسماعيلي اللي كان وحش، المحله اللي كان مقدم اداء ارجنتيني زي ما قلنا. وبدا بعض الاسماء تتردد منهم الفرنسي بوميل، يعني بعض الوكلاء بدأوا يعرضوا أسماء مدربين على مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أو على الإسماعيلي، منهم بومل مرشح بقوة إن هو يجي يقود الإسماعيلي في حالة إقالة جريده خلال الساعات اللي جاية. حجازي ممكن يرجع الأهلي؟ من وجهة نظري يا كابتن دلوقتي لا، صعب. يعني أحمد حجازي يرجع دلوقتي الأهلي صعب. هيرجع أحمد حجازي الأهلي؟ هيرجع بس مش دلوقتي. ولكن ليه اللي فتح ملف حجازي أساسا؟ اللي فتحه كولر. يعني يمكن إدارة النادي الأهلي لما كانت بتتكلم مع كولر في ملف الصفقات، انت عايز صفقات ايه في يناير؟ كده كده احنا عارفين من الاول خالص ان هو راجل طالب طرف وطالب مهاجم، دي ما فيهاش كلام، ولكن اداره النادي الاهلي عندها وقت فبتتكلم معاه، هل انت محتاج ان انت تدعم حراس المرمى، تدعم الدفاع، تدعم خط الوسط، تدعم الهجوم؟ الراجل اكد لهم ان هو لو هيدعم الدفاع، طبعا هو معارف احمد حجازي على فكره وتعرض عليه ويعني وعارف معلومات عن احمد حجازي وكده واتفرج عليه يعني خلال الفتره اللي فاتت، قال لهم لو هدعم الدفاع، لو يعني ممكن ادعم الدفاع هدعم احمد حجازي، لو مش هنقدر نجيب احمد حجازي مش محتاج تدعيم للدفاع. انا بالنسبه لي اللعيبه اللي عندي كويسين جدا واللعيبه اللي عندي كويسين، بس اللعيب الوحيد اللي ممكن يمثل اضافه خصوصا في طريق كولر، زي ما قلت لك يا كابتن، كولر من المدربين اللي بيلعب او يعتمد ان قلب الدفاع يكون لعيب كور، يكون يعني بيقدر ينقلك وبيقدر يوديك وما بيطفش، مش من نوعيه هو المدربين اللي بيحبوا اللعيبه دي. فبالتالي قال لهم لو هتقدروا تجيبوا حجازي موافق جدا، سواء في يناير او في اخر السنه ما عنديش اي مشكله، ولكن لو احمد حجازي مش هيكون موجود مش محتاج تدعيم خط الدفاع خالص. لحد اللحظه دي التدعيم هيكون في الطرف وفي المهاجم. الطرف وفي المهاجم مركم بيقول ان اشرف بن شرقي بنسبه 90% في الزمالك، ولكن اشرف بن شرقي الاهلي مرحب جدا بضمه لو اشرف بن شرقي هيكون متاح، وزي وبالشرط اللي انا قلت لك عليه يا كابتن انه يفسخ بالتراضي مع نادي الجزيره الاماراتي. الاهلي مش هيدفع فلوس في اشرف بن شرقي، يعني مش هيدفع بلقه فلوس، لا ممكن نجيبه دي له عقد كويس، ولكن جمهور الزمالك يكون يعني دي الغلبه برده، الراجل اشتغل معاهم وعامل هو بص يا كابتن قصه بن شرقي يفضل ايه؟ يعني بن شرقي يروح الزمالك يفضل، دي قصه ثانيه انا ما بكلمكش فيها. انا حتى المره اللي فاتت لما كنت بكلمك في قصه اشرف بن شرقي قلت لك اشرف بن شرقي عنده مشكله، يعني دلوقتي هو كان عنده حاجه شخصيه تسببت ان هو يرحل الدوري الاماراتي، الحاجه الشخصيه دي تلاشت، فبالتالي وهو كمان بخلاف كده الراجل ماشي ملوش زي ما بيقولوا في الامارات، الدنيا وحشه جدا، 6 مباريات ولا هدف ولا اسيست، فالدنيا وحشه وهو حاسس بكده واصابتين كبار. فبالتالي انا بقول لك ان يعني استمراره في الامارات ده محل شك، ومحل شك كبير. هو ابتدى يتواصل عن طريق طبعا اخوه اللي هو وكيله مع بعض الاشخاص، ولكن هل يروح الاهلي هل يروح الزمالك؟ مش ده موضوعنا دلوقتي. احنا دلوقتي في موضوع هل هو هيكمل في الامارات ولا لا، هو ده الاساسي او الموضوع اللي بكلمك فيه. الاهلي مركز في مين تاني؟ في مارسيلو، لسه مارسيلو على دائره طاوله المفاوضات بشكل كبير جدا، الراجل مصر عليه بشكل كبير، قال لهم مارسيلو هو رقم واحد بالنسبه لي. يعني هو ده الصفقه الاجنبيه اللي هيجيب، لان في صفقتين جايين الاهلي، واحد فوق واحد تحت. التحت في لعيب برازيلي وفي لعيب افريقي. كويس انك جبت سيره التحت، كده كده في لعيب افريقي ولعيب تحت، ده هيبقى سترايكر، يعني لعيب تسعه مهاجم، يعني بيلعب مكان شادي او بيلعب يعني تحت شويه اللي هو سكند سترايكر تحت يعني، ولكن اللعيب اللي هو الثاني هيكون. طب ليه الاهلي خلاه في يناير؟ ليه ما جابوش؟ بص يا كابتن مارسينو، لا ليه ما جابش اللاعب اللي هو عايزه الاجنبي الاخير؟ لان كولر يا كابتن قال لهم انا عايز مارسينو، كان معروض عليه 3 لعيبه، قال لهم مارسينو هو اللي انا عايزه، الاثنين لعيبه دول مش عايزهم، كان منهم لو تفتكر فايز سليماني، فايز اللي هو كان لعيب اللي هو من جزر القمر،
الراجل على فكره ده كان الاهلي خلص معاه كل حاجه وخلص مع ناديه، ولو تفتكر حتى ناديه اعلن قال له خلاص اللعيب في طريقه الاهلي، ولكن كولر جه لما شاف له لو تفتكر برده معلومه ال 15 مباراه قال لهم انا مش عايزه، انا بالنسبه لي عايز مارسيلو. الاهلي دخل في مفاوضات جاده جدا مع مارسيلو، ولكن النادي الياباني اصر انه ياخد 3 مليون دولار وكاش حتى رفض التقسيط، يعني الاهلي حتى اتكلم معاهم موافقين على 3 مليون دولار ولكن بدفعات مترحله، يعني ندفع الفلوس على مدار سنه ونص مثلا، رفضوا تماما وقال لك لا خالص مش هينفع نبيعه كده، فعشان كده الموضوع اتاجل، ولكن